قدمت البلاغ ازاي وامتى وليه؟ طيب احنا قدمنا البلاغ في يوم الاثنين اللي فات. ليه؟ دي علشان حاجات كتيره. ليه؟ علشان يعني انا ما قدمتش البلاغ بصفه علشان مصطفى بس، يعني انا قدمت البلاغ علشان مصطفى وعلشان كتير من الشباب اللي هو هاجر، ومجرد ما حصل الموضوع بتاع مصطفى احبط اكتر مما هو محبط. يعني انا ما بلومش مصطفى على فكره، لان ولا انا زي ما حضرتك قلتي، هو اولا العلم ملوش وطن، تمام؟ مصطفى لو كان قاعد هنا، مصطفى قاعد لمده سنه يلف على المسؤولين يحاول يقابل حد، ما امكنش، بل بالعكس في ناس سفهوا الاختراع بتاعه، تمام؟ فانا ما بتهمش مصطفى او ما بلمهوش، ولكن لما يكون في مصطفى وبعد كده يتبعه اللي هو صاحب فكره الاعلان على تذاكر المترو اللي اتقابل مع وزير النقل واشاد بالابتكار بتاعه او بالفكره بتاعته قدام الكاميرات وقدام التصوير وقدام الاعلام، ومجرد ما خلص التصوير وخلص الاعلام مفيش حاجه حصلت. برضو الاسبوع اللي فات كان في الامارات اتبنت الفكره بتاعته. لما يكون في عندي مهندس في الري اخترع البوابات المائيه اللي هي ممكن توفر 5 مليار متر مكعب ميه في ظل الازمه اللي احنا فيها دي او اللي احنا داخلين عليها، ووزاره الري بالبيروقراطيه بتاعتها تكسر له النموذج بتاعه لدرجه ان الراجل يصاب باحباط ويقعد في البيت. لما يكون في عندي دكتوره من سنه 2005 وهي بتحاول تحصل على براءه اختراع ومع ذلك اللجنه رفضتها فتقدمت للجنه التظلمات من 2005، ردوا عليها في 2010، تمام؟ ولجنه التظلمات قالت ان من حقها الحصول على براءه الاختراع. النهارده احنا 2015 ولحد النهارده ما حصلتش على براءه اختراع. قولي لي احنا بنعمل ايه؟ قولي لي منظومه البحث العلمي اللي عندنا اللي احنا بنتباهى بيها للاسف قدام الكاميرا وفي اللقاءات بتاعتنا بتعمل ايه؟ قولي لي منظومه البحث العلمي قدمت كام اختراع؟ قدمت كام مشروع لشباب عندهم؟ طيب احنا شبابنا او مخترعينا ما عندناش. هاتوا المخترعين دول وقولوا لهم انتوا كده ما تحرطوش في البحر، تمام؟ بلاش نصرف بقى عليكم وبلاش كده. على فكره احنا ما بنصرفش على المخترع. المخترع اوقات ما بيبقاش معاه ثمن التذكره اللي جاي بيها في القطر. ما فيش حد بيصرف على المخترع. الصرف كله متجه للاكاديميين اللي هم بيعملوا ابحاث عشان يترقى، عشان ياخد درجه، والبحث بتاعه بحث اكاديمي بيتاخد يتحط في الدرج. انا عايز احصائيه تقول لي كم مخترع اتعملت له شركه واحده، اتاسس له حاجه علشان يعملها. الا على فكره انا مش جاي بلوم جهه معينه، لان احنا يعني احنا في تراكمات، يعني دي تراكمات 30 سنوات طويله، يعني 30 40 سنه ما ينفعش احملها لحد دلوقتي، تمام؟ لكن انا بقول يعني بس احنا لازم نفوق، لازم نبدا يعني نشوف طريق للحل. احنا بنمثل نواجه المشكله ما ننكرهاش، وهم بيمثلوا ان هم مخترعين. قولوا لهم لا انتوا مش مخترعين، واقعدوا في بيوتكم، ما تتعبهمش، ما تحبطهمش اكتر ما هم محبطين. عشان كده انا قدمت البلاغ. انا قدمت البلاغ ضد المنظومه كلها، ابتداء من وزير البحث العلمي لحد مدير اداره الموهوبين في التربيه والتعليم، تمام؟ البلاغ اهو معانا. انا اعتقد انه ده بلاغ للضمير المصري، لضمير المسؤولين في مصر. للامانه انا متاكد تماما ان البلاغ هيتحفظ، يعني تماما 100% انا متاكد، بس احنا عايزين نفوق، عايزين نقول للناس دي يعني حرام عليكم اللي بتعملوه في الشباب دول او في المخترعين، بغض النظر اذا كان شاب او طفل او كبير، يعني مش مشكله السن. الابتكار او الفكره ملهاش حدود بالسن، ملهاش حدود بالعلم. مشكله عندنا هنا ان منظومه العلم بتبص للاكاديمي او للباحث. 90% من ميزانيه البحث العلمي بتتصرف على الاكاديميين، في حين ان 90% من الاختراعات اللي قابله للتطبيق هي جايه من المخترعين اللي ما لهمش اي علاقه بالاكاديميين.